لو عايز تعرف معلومات عن ازاي بيتم تركيب الساعات المركزية خليك معايا في الفيديو ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اهلا بيكم، معاكم اشرف رمضان. في الفيديوهات اللي جاية دي هكلمكم عن سلسلة هسميها الالكتريكال كويك ستادي، دراسات كهربية سريعة. هبدأ الفيديو الاول منها. الفيديو الاول بيتكلم عن الماونتنج ديتيلز فور الدبل فيس كلوك، ايه هي التفاصيل الخاصة بتركيب الساعات الدبل فيس اللي هي الساعة الناحيتين دي. احد مكونات الرئيسية لنظام الساعات المركزية. خلينا نبدأ على طول. لو احنا شفنا في اي مشروع بيبقى من احد المكونات الرئيسية في اي مشروع كبير زي مشاريع المستشفيات، بيبقى في عندي حاجة بنسميها الماستر كلوك سيستم، انظمة الساعات المركزية. في منها بيبقى ساعات موجودة على الحيط، دي بتبقى سنجل فيس كلوك، وفي ساعات بتبقى موجودة في الطرقة، تمام، بحيث يبقى لها وجهين او ناحيتين. فاحنا بنتكلم النهاردة عن الدبل فيس كلوك، تمام، دبل فيس كلوك دي من احد المكونات الرئيسية لانظمة الماستر كلوك سيستم او الساعات المركزية. تعالوا نبدأ على طول، عايزين نبدأ نشوف ايه هي، تمام، التفاصيل الخاصة اللي هتلاقي عندك هنا. طبعا هنا انا كاتب نوت تو سكيل، يعني التفاصيل دي، تمام، بتاعتي بسكيل او بدون سكيل، يبقى انت لازم تبص عندك. انا هنا كاتب سكيل، يبقى الماونتنج ديتيلز فور الدبل فيس كلوك، تمام، وكاتب هنا نوت تو سكيل اهو، يبقى السكيل نوت تو سكيل، يبقى ده مجرد انستليشن ديتيلز عشان توضح لي التركيب بتاع الساعه، تمام، اللي احنا سميناها الساعة الدبل فيس هيبقى ازاي. طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان انا ببدأ من الفينش دي فلور ليفل، تمام، التشطيب النهائي للارضية، فينش دي فلور ليفل، ممكن يكون بلاط، سيراميك، موكيت، اي حاجة، تمام. يبقى انا ببدأ من الوش الخاص بالاف اف ال اللي هو الفينش دي فلور ليفل. لما تلاقي في اي مخطط مكتوب اف اف ال معناها فينش دي فلور ليفل، وببدا اطلع لحد ما الاقي. طبعا الحاجات دي بتبقى موجوده، انا عندي هنا سقف معلق يا شباب، بيسموه ريفلكتد سيلينج بوتوم ليفل. الريفلكتد سيلينج، ريفلكتد سيلينج، السقف المعلق او الساقط، تمام، بحيث يبقى انت اللي هتشوفه. انت لو انت موجود هنا اهو، اي شخص موجود هنا واقف اهو حاطط رجليه على الفينشد فلور ليفل، بيبص كده بيلاقي سقف معلق، تمام، من داخل هذا السقف المعلق، تمام، بتطلع عندي التثبيت بتاع مين؟ الساعة المركزية بتاعتي. طيب من فوق خلي بالك من الحتة دي مهمة جدا. انت بتبدأ برضو بتبقى عارف المسافة بين الفينش دي فلور ليفل ومين؟ والسلابة اهو، الكونكريت سلاب. الكونكريت ايه؟ سلاب دي الخرسانة، طبقة الخرسانة، تمام. يبقى انا بين الخرسانة، الصبة الخرسانية هنا اهو، تمام، وبيني وبين السقف المعلق بيبقى في مسافة، المفروض ابقى عارف المسافة دي كام، متر، نص متر، 2 متر، 3 متر، حسب المشروع وضخامة المشروع والخدمات اللي بتتحط في الجزئية اللي في النص دي بين الكونكريت سلاب وبين مين؟ بين الريفليكتد سيلينج، تمام، اللي انا هبدأ اطلع منه الساعة. طبعا الموضوع بالنسبة لنا احنا هنا بسيط جدا، بنيجي على السلابة من فوق كده وبنثبت بمسامير، بنجيب ايه؟ مواسير اي ام تي، المواسير المعدن، تمام. هنا عندي المواسير دي القطر بتاعها الفاي 25 مللي اي ام تي كونديوت، تمام، الكونديوت اللي هي المواسير، تمام، بثبتها بالكونديوت سادل كلامب، الكلامبات بتاعتي اهو، ده كلامب، ده كلامب، ده كلامب، تمام. طبعا بيبقى الواير داخل مين؟ داخل الماسوره دي. بروح طبعا هنا لما باجي ابدا انزل الساعه بتاعتي بالسبورت بتاعها، يبقى لازم هنا بعمل ايه يا شباب؟ لازم هنا اركب بوكس، وبالتالي انا رحت اهو اوكتوجونال ستيل جانكشن بوكس. يبقى انا هنا مركب الجزئيه دي اللي انت شايفها ستيل جانكشن بوكس. طبعا انا بدخل الماسوره في البوكس، ودخل هنا الناحيه الثانيه الماسوره في البوكس. هنا بعمل فيميل ادابتور،
طبعا ما تنساش الفيميل ادابتور، ده مهم جدا ان انت تربط الماسوره في داخل البوكس، وبتطلع من البوكس تروح للماسوره الثانيه عشان تروح تغذي الساعه اللي بعديها. تمام، وبينزل السلك او الاسلاك الخاصه بتغذيه الساعه. تمام، طبعا الساعه هنا ببقى عارف الساعه دي الديامتر بتاعها كام، الديامتر بتاع الدبل فيس تمام ال 12 اور دي تمام كام، 15 انش، يبقى ده الديامتر اللي هو القطر الخاص بهذه الساعه 15 بوصه. طيب من السنتر، لو انا بقيس بقى كاستشاري بستلم من السنتر لحد الفينشد فلور ليفل، بتبقى حسب بقى ايه الدروب سيلينج كام والاعتماد بتاعك كام. يعني هنا مثلا دي 2.5 متر، ممكن تبقى 2.80، ممكن تبقى 3 متر حسب الارتفاع بتاعك. المهم انت بتشوف الارتفاع بتاع الكونكريت، الكونكريت كام، وبتحسب بعد كده من الكونكريت للدروب سيلينج، ده كله بيتحط فيه كل الخدمات الخاصة بمين؟ بكل الناس، فمنها الخدمات زي الساعات المركزية. طبعا هنا بيبقى نازل السلك الخاص او السلك اللي بيغذي الساعة، ده عبارة عن 3 في 1.5 ملي متر. تمام، طبعا 1.5 مللي ده الكروس سكشن اريا، مساحه مقطع الكابل 1.5 مللي. تمام، وماشي في ماسوره 25 مللي متر، الفاي بتاعها اي ام تي كونديوت. يبقى انا ماشي اهو جاي هنا جايب السلك بتاعي تمام اللي هو 3 في 1.5، وداخل بيه على الساعه ومغذي الساعه الاولانيه، وبعد كده طالع بيه تاني من الماسوره دي رايح للساعه اللي بعدها، وهكذا لحد ما اخلص اللوب الخاصه بعمليات التركيب. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنبدا نعرف معلومات تفصيليه اكتر عن الانستليشن ديتيلز لكل مكون في الكهرباء. استنوني في سلسله الكتريكال كويك ستادي، ان شاء الله هتلاقوا فيها معلومات كتيره جدا خاصه بالتركيبات الكهربيه بصفه عامه. واشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.